السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا ما يسمى بالمونيتير أو لا العملة. كيفاش أنا مثلا كان عندي واحد مجموعة الأعداد زي على سبيل المثال 15 20 120 سبليمازي نزيد لها مثلا 8 باش تلاحظوا أن عطانا الكتاب بهذا الشكل. إذا غادي نمشي نشوف ليها فورما دو سيليل نومبر نحدد احنا على سبيل المثال ندير هنا صفر بهذا الشكل. طيب ثم نزيد مثلا انا عندي قيمه اخرى نديرها هنا هي 60. تلاحظوا اننا كتبنا هذه المجموعه تاع الاعداد بينما انا لبيت كل هذه الاعداد هادو يتبعوهم وراهم الفاصله. شفنا الطريقه نتاعتها نمشي فورمات السيلين بعجاله مثلا اوكي. تلاحظوا انه تاهم ليا ارقام وراء الفاصله. ثم غادي نشوفوا اليوم كيفاش حنا الى بينا نديروا واحد العمله وراهم مثلا واحد الدولار او لا واحد الاورو او لا واحد العمله على حسب الاختيار. يكفي انني نكليك دغوا ثم غادي ندير فورما دو سيلول ثم غادي ندير مونيتير او لا العمله ونستنى العمله مثلا ندير على سبيل المثال اورو. تلاحظوا ان افيش عندنا بهذا الشكل او لا ستي عمله اخرى ستي مثلا. تلاحظوا انه عطاني واحد المجموعه تاع العملات كاينين هنا الدولار الاورو نسو مثلا الدولار بسيطة بحال هادشي نزيرو اوكي. تلاحظوا انه افشل الدولار بهذا الشكل. ثم كاين واحد الشيء اخر مثلا احنا العملات تاع المغرب على سبيل المثال هي دي اش ليا الدرهم. وتلاحظوا ان الدرهم ما كايناش هنا. اذا الى بيت اجوتيها غادي ندير اوكي وغادي نتوجه هنا ديماري وغادي نمشي بانو دو كونفيغوراسيون ابخي غادي نمشي نكتب هنا على سبيل المثال ندير نكتب او لا نجي ديريكت نكليك على هاد نتاع الساعة ونمشي ندير موديفي لو فورما دو دات اي دو اور. نعم ومن بعد عفوا غادي نكليكي على نكليكو على موديفي ثم غادي نتوجه للباغامتر سيبلومونتير ابخي تي افيشي لهاد بيرسوناليزي لو فورما ثم غادي نستنى سيمبول مونيتير وغادي نسيبريم هاد الاورو بهاد الشكل وغادي نكتب دي اش ثم غادي ندير اوكي ثم ندير اوكي ونفيرمان هاد الفونيتر ونرجع لنا. تلاحظوا انها بتلنا بالتي اش. اذا هذه الطريقه كيفاش انا نغير واحد المونيتير او واحد العمله نتبعها وراء واحد مجموعه الاعداد. بينما ديك الطريقه الاخرى اللي تيزير بزاف الناس مثلا تيزير 15.15 وتيزير مثلا تي اش تكتبها كاعداد. فهذه طريقه خاطئه وبدي لي واحد المجموعه نتاع الاخطاء انطلاقا من العمل تاعو او دوك الكالكيل اللي غادي يدير. ثم كاين طريقه اخرى انطلاقا من هذا الاختيار هنا تختار هنا مونيتير وتحدد العمله اللي بيتي مثلا بحال الدولار او لا هذا ولا دير اوتر فورمات سي الفورما اللي تلاحظوا انه دنا لهذا الفورمات سي الفورما اللي كاينه. وغادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.